بإذن الله. صباح الخير يا أحمد بيه. طمني الوضع على مستوى ال14 محافظة يا فندم. الوضع مطمئن تماما الحمد لله، وسير العملية الانتخابية انتظام كافة خدمات وزارة الداخلية في ال14 مديرية، وشركائنا في التأمين بالنسبة للسادة الضباط والأفراد والمجندين للقوات المسلحة كله موجود في جميع المراكز الانتخابية وبيأمنوا كافة اللجان على مستوى المرحلة الأولى بالكامل. يعني الوضع المناطق المحيطة بالمراكز الانتخابية أنا بطمن حضرتك، أنا سامع حضرتك بتقول على قصة كرموز مش مظبوط الكلام ده طبعا. المناطق المحيطة كلها المراكز الانتخابية مؤمنة تماما، خطوط السير المؤدية من منازل المحل إقامة الناخبين حتى المركز الانتخابي مؤمنة بأقل أمنية بالإضافة للخدمات المعينة لتأمين المركز الانتخابي نفسه. فحاجة بتقول لي حتى المواطن وهو نازل في أمن موجود في الشارع في المنطقة اللي هو بي 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 بينزل منها لحد اللجنة. مظبوط يا فندم، كل المناطق المحيطة عن بعد بالنسبة لكافة المراكز الانتخابية. أيضا نفس المنطقة اللي كان فيها المركز الانتخابي العقارات بقى الملاصقة والمطلة والمشرفة على المراكز الانتخابية مؤمنة عن بعد برضو، منعا لصعود أي من العناصر أعلى تلك العقارات المطلة على المراكز الانتخابية، فدي بتبقى مؤمنة بمعرفة أفراد من الشرطة السريين المصاحبة لضباط المباحث المعينة لتأمين المراكز الانتخابية واللجان. هل حصل حاجة في كرداسة محاولة تعطيل من جانب بعض عناصر الجماعة الإرهابية تعطيل إحدى اللجان في كرداسة؟ لا على الإطلاق. كرداسة بقراها، دائرة مركز كرداسة بقراها بالكامل المراكز الانتخابية مؤمنة تماما، مفيش أي مشاكل، المواطنين بيدلوا بأصواتهم منذ بداية فتح اللجان في المراكز الانتخابية جماعية. تقرير اللي جاي لكم من التواجد او الكثافة اكتر محافظات فيها تواجد لحد دلوقتي طبقا ليه اللي جاي لحضرتك من محافظات ايه يا فندم؟ هي يعني يعتبر بالنسبة البحري غرب الدلتا مرسى مطروح، بالنسبة لوجه القبلي محافظات الوجه القبلي بالكامل في القرى طبعا زي حضرتك ما انت عارف في انتظام، الناس بدأت منذ الصباح الباكر منذ فتح اللجان من الساعة 9 صباحا بالنسبة للقرى، ودي أعدادها بتتزايد شوية عن المدن بالنسبة للجيزة واسكندرية. فحضرتك بتقول لي القرى فيها الأعداد أكتر من المدن تحديدا. مظبوط يا فندم. التوقعات إنه الناس إنها في الشغل شوية فالدنيا يعني تزيد بعد ساعات النهار، يعني بعد الساعة 4-5 تبدأ الكثافة تزيد شوية؟ لا وأعتقد من قبل كده إن شاء الله، يمكن حضرتك بعد الساعة 2 تبدا الاعداد والكثافات تزيد بالنسبه للناخبين يعني. لكن حضرتك كوضع امني بتطمن على الوضع الامني في جميع المحافظات؟ تماما، كله مؤمن وخدمات مكثفه، وتم تعزيز كافه مديريات الامن في ضوء توجيهات السيد الوزير. خدنا من كافه المصالح والادارات العامه انتدابات لمديريات الامن المرحله الثانيه، انتدبنا منها العديد من الضباط والافراد والمجندين. قوات الامن المركزي متوليه وخطه تامين كامله على مستوى ال14 مديريه، العمليات الخاصه بالمثل، مشاركه بمدرعات والاقوال الامنيه للمجموعات المسلحه المصاحبه للاقوال الامنيه لضباط المباحث والنظام في كافه مديريات الامن، في ضوء التنسيق المسبق بين كل مدير امن ومدير الاداره العامه للامن المركزي المختص مكانيا، وبيتم تامين زي ما قلت حضرتك الميادين الشوارع الرئيسيه المؤديه لكافه المراكز الانتخابيه، ومؤمنه تماما الحمد لله زي حضرتك ما بتستعرض كده ومراسلين حضرتك في كافه المحافظات. سياده اللواء حضرتك بتطمني وبتطمن الساده الناخبين اللي هينزلوا انه انزلوا ما تخافش احنا موجودين، الجيش موجود، اطمئن على الوضع الامني، وبالتالي انه عندكم مثلا البؤر اللي هي فيها تواجد لهذه الجماعات او غيرها تحت الرقابة الامنية او المتابعة الامنية، البؤر اعني اللي فيها كثافة من تواجد هذه العناصر.
طبعا ما فيهاش كلام حضرتك. يعني ان شاء الله كل مؤمن، وبنطمن المواطن وبنناشدهم ان هم يطلبوا اصواتهم، وده استحقاق الاخير بالنسبه للدوله، وان ده واجب قومي لدى كافه المواطنين، الشباب وشيوخ ورجال وسيدات، والناس كلها مطمنه الحمد لله ومتوجهين للادلاء باصواتهم منذ بدايه فتح اللجان.